من كام يوم منزلين بوست كده برضو في الجزيرة، عشان ناس كتير تقول لي وهي الجزيرة يعني ليه ما بنصطلحش مع قطر وبتاع مش عارف ايه، انه الحكومة قررت انها تقتطع ارض من معهد الاورام اللي بيتعمل 500 500 في. طب وهي الدولة هتقتطع ارض ليه من معهد الاورام؟ وليه تقلل السراير بتاعته؟ يعني ده مشروع خيري المصريين اتبرعوا بيه، هم ليه هيقللوا الارض بتاعته؟ ده احنا عاملينه في 6 اكتوبر، هو احنا عاملينه في المهندسين؟ ده المشروع ده متكلف مليارات مليارات، جايز في ارض جنب المشروع البلد بيبيعوها او بتاع. على فكره اليومين دول وزاره الاسكان طرحه اراضي وفي اقبال عليها كبير جدا، انما الحمد لله التعليم العالي دخلت ونافت وقالت لهم يا جماعه معهد الاورام هو هو 500 500 ما خدناش منهم 100، ما قللناش السراير، ما عملناش حاجه. وللاسف زي ما بقول لحضراتكم في ناس كتير مع الرايجه، في ناس كتير مش عايز اهو، مش عايزه تحكم عقلها، مش عايزه تحس، مش عايزه تشوف ايه اللي بيجرى في البلد فعلا. صدقوني بجد انا ما عنديش مصلحه، يعني انا ما عنديش مصلحه غير انه مصلحتي زي مصلحه الناس كلها، ان دي بلدنا وبلد عيالنا وبلد احفادنا وعايزينها تبقى افضل. يعني مع لا انا بشتغل مع الحكومه ولا انا بشتغل مع الرئيس ولا انا في الاعلام الحكومي ولا اي حاجه، انا عايز بس اقول لكم اسمعوا، يعني نوصل لمرحله ان عايز حضراتكم تسمعوا، مش الجزيره راي والراي الاخر، اسمعوا راي البلد راي الدنيا. فطلعوا نفي انه ما فيش حاجه، الارض زي ما هي، المشروع ماشي اظن متكلف 6 مليار او رقم اكبر من كده، 9.5، انا قاري رقم 6.5. المهم يعني اظن انه يعني هي نفس الارقام وهي هي نفس الارض وما حصلش اي حاجه ولا في اي مشكله في هذا الامر.